احنا مش رايحين هناك، احنا رايحين هناك عشان نوجد فرصة عمل، تحقق مسكن مناسب ومأكل مناسب وزوجة وحياة كريمة لأبناء سينا. 15,000 أسرة في سينا بتستفيد من المصانع ومن الجامعة. واخد بالك ازاي؟ فاحنا لولا ان احنا صناع سلام ما كناش رحنا هناك. وانت لما سألتني السؤال الأولاني ليه ما فيش غيرك راح؟ لا، الاستثمار فرصة وفرصة بديلة. أنا لما آخد متر المية يكلفني 20 جنيه و15 جنيه، وغيري في العاشر من رمضان ياخد متر المياه يكلفه 50 قرش ولا جنيه، بالتأكيد صحيح هتفرق. يعني للأسف ما أعطوش الميزات النسبية الحقيقية اللي ممكن أن تجعل المستثمر يغامر وياخد ريسك سينا. لكن احنا رحنا جزء من جوانا كان، وبرضو للأمانة أنا لقيت تشجيع في ذهابي، لكن التشجيع في ذهابي من القيادات السياسية اللي كانت موجودة ما كانش، كان تشجيع معنوي. ايوه، ما اذهب انت ربك فقاتله يعني. يعني يعني احنا احنا عاديين، اذهب انت قاتله انها هنا قاعدون. ايوه، لكن انا بحكي لك على الرمال السوداء، الرمال السوداء في سينا، الرمال البيضاء في سينا يا اخي، الرمل الزجاجي، السيليكون، انت عند الرخام بانواعه. حد يصدق يا دكتور محمد ان احنا نبعت كتل جبال للصين عشان ترجع لنا رخام؟ بس انت عندك الوقت قيادة سياسية بمجرد ما تتسلم سينا اعتقد انه القرار الاقتصادي فيها هيبقى اكثر جرأة وشجاعة. انا اعتقد عايز اقول لك على حاجة. انا متفائل جدا ان ان شاء الله بعد ما يقضي سيد الرئيس السيسي على الارهاب في سينا، ستكون تنمية سينا بمعدلات العاصمة الجديدة. العاصمة الجديدة دي مؤشر يا دكتور محمد على الـ مؤشر. انا لما بروح العاصمة الجديدة، انا راجل بتاع ريال استيت وراجل بتاع ديفلوبمنت، يعني انا اصلا ما يتقالش عليا مستثمر قوي، يتقال عليا ديفلوبر، راجل بتاع ديفلوبر. بالظبط، يعني انا بحب قوي كلمة الانتربرونير، انك انت راجل رايح تحلم في مكان تخلق من ايه، يعني انت بتعمل ادد فاليو في جامعة الموضوع. وفي جامعة هناك في سينا طبعا.